واش نتوما صاحبي غير طيح السوق تتجاوز ابيض انتحر امي اتونسيون اتونسيون هاو ديناتي هاو هما بنادم كاع تيقيد المكلخ المجلج كاع تيقيد في عباد الله هاكا الله يرحم ليك الوالدين دخل شي مجال سير قرا عليه الله يرحم ليك الوالدين غتبقى تتقدم دابا هاد الخدمه ديال العكز ديال شي واحد لاباس عليه مرتاح فهمتيني ما عندوش مشكل يخسر الرزق الا ما عندكش القلب قلب انا ما خصنيش نهضر في هذا الشيء وهذا ولكن شوف لمصلحتكم انا غادي نهضر في مصلحتكم شوف الله يرحم ليكم ملي تدخل لمجال العملات الرقميه اذا ما عندكش القلب باش تدخل لمجال العملات الرقميه غير قلب الا ما عندكش القلب غير قلب علاش واش نتوما صاحبي غير طيح السوق ابيض انتحر امي ورا اخي راه هذا هو المجال هكا عرفناه من نهار حلينا عينينا من نهار شفناه عرفنا هادشي هكا داير الا ما عندكش القلب قلب بلا ما تدخل لهادشي تبدا تحمق راسك والله صولا داعي انك تبقى تغيط يطيح السوق هما هما مالك اخويا كالم داون راه داكشي علاش تنقول لكم احنا دابا تتهضرونا ولكن تيبقى فيا الشعب وحق الرب يوم ميكو ولكن ما داكشي اش تنقولوا دخلوا انفيستيسور ما تدخلوش تريدين غتدخل تريدين غتاكل القمن راه قلنا لكم شحال هادي ودابا دويتونا حيت بنادم تنشوف فيه تنشوف شي مصائب بنادم باغي يموت ما عندكش القلب قلب صافي سالينا بلا ما تبدا تدخل راسك شي حاجه ما عندكش سميتو اما دخل انفيستي راه داكشي اش تنقول لكم دخلوا انفيستي باش ما تمرض راسك هكا هذا وحده دون بار دوطخو بار شي قروضه شي قروضه تنقول قروضه تينقزوا هاد الايام انتو تيقدموا في عباد الله اتونسيون 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 هاو ديناتي هاهوما تاني وقولوا لا راه ما قلتش هاهوما راه شي قروضه قاعدين تيقدموا فيكم واللي كيفهم راه كيفهم السلام عليكم راه القروضه قاعدين تيقدموا فيكم وتنشوف شحال من قرض قاعد تيقدم وتيقيد في عباد الله وعباد الله ديك اللعبه ديال واو علاش حيت بنادم ما قاريش والاخوان تنقول لكم ايضا باي زفته بغيتي تدخل ليها سير قراها دو باز سير قراها دو باز ما تخليش شي واحد يبدا يقيد فيك وبنادم قاعد تيقيد في عباد الله هكاك بنادم قاعد تيقيد المكلخ المجلج قاعد تيقيد في عباد الله هكاك وقعد بنادم مقيد معاه ودابا تاكلوا واحد عرفتي واحد الخبطه تنشوف فيها با توقع على حساب هذاك الشيء ديال التفاعل اللي شفت واحد الخبطه با توقع الله يرحم ليك الوالدين تدخل شي مجال سير قرا عليه الله يرحم ليك الوالدين غتبقى تتقدم واللي جات يسوقك بحال النعجه واحد راه كاع تيسوق في النعج دابا وتيسوق فيكم وسير اوليدي دابا تشوف لا سير اخويا بغيتي تدخل المجال بغيت ندخل المجال ديال العملات الرقميه مثلا تعجبني نمشي يا خويا نقرا نعرف شنو هي بلوك تشين نفهم شنو هو الزمر هذا دو باز نعرف نقرا على لي بروجي نعرف نحلل لي بروجي ما نخليش قرض يبدا قرض فيا اللي قال لي نقول ليه امين انت اللي كاين وانت واعر الله يرحم باكم الخوت راه ثاني يو فيكم سيروا قراو اخويا نتوما ما عرفتوش رزقكم ما عرفت انا بنادم اللي كيحط فلوسكم اللي كتحطوا واش دوك الفلوس كتضربوا عليهم تما راه ولا راه اللي كيدير بحال هكا شي واحد اللي دابا هاد الخدمه ديال العكز ديال شي واحد لاباس عليه مرتاح فهمتيني ما عندوش مشكل يخسر الرزق فهمتي يقدر يضحك مع صاحبي يقول له خسرنا واحد 20000 درهم دابا والله الا بخير وعلى خير يقول انت 20000 انا خسرت 100 مليونير دابا والله الا بخير حق الله تديروا بحال هكا ماشي كتضربوا فيهم تمار نتوما والله ما كتضربوا فيهم تمار بحال هكا نتوما دايرين لا ما نقول لكم سميتو لا خسرنا واحد 30 مليون دابا والله العظيم حتى انا مشات لي واحد 10000 مليون ايوا والله الا بحال هكا كتعجبوني وحق الرب علاش انت ما كتعطيناش العملات اللي نستثمروا فيهم علاش اخويا غادي نعطيك انا العملات اللي تنستثمروا فيهم علاش غادي نعطيك اخويا تتهضر على تهضر على الكريبتو خويا كان تنعطيكم وراه درتو الفلوس شاش واللي هذا يشوف راه التاريخ ولا ينسى راه عطيتكم كنت عطيتكم البي تي تي وقلت لكم غدا غادي تفرقع وراه سيمانه وانتم مفرقعين فيها ولكن اخويا دابا ما يمكنش باقي نقول لكم شي حاجه هذا الشيء دابا ولا فيه المشاكل
راه اتصلوا بيا اصدقاء محاميين قال لي دخل سوق راسك اخويا امين. صافي السلام عليكم.